تعالى نبدأ نشوف بقى اللي احنا قلناه. احنا اتفقنا اللي احنا قلنا السلكشن ستمنت فيها الاف والسويس، الاتريشن فيها الفول وايل والدو وايل وفوق السيستم ما خدناهاش، الجامبنج ستمنت فيها البيك وفيها الكونتينو والجوتو ولسه ما خدناهاش. تعال ناخد ملخص للكلام اللي احنا قلنا عليه ده. بالنسبة لللوب ده الشكل العام للفور، تكتب جملة فور وتقول initialize يعني البداية بتاعتك، وتبدأ تحط الكونديشن، وبعد كده تحط الانكريمنت او الديكريمنت ان كان الزيادة او النقصان، وتفتح قوسين طبعا قوسين جملة فور. عندك الواي بتبدأ تعمل اول حاجة الانشاليز، انت تقول مثلا اي بتساوي واحد، وتبدأ تقول هواي للكونديشن، وتبدأ في بين القوسين تبدأ تعمل انكريمنت او ديكريمنت. الدو وايل نفس هي الشكل العام بتاع الوايل، اللي انت تبدأ تعمل انشاليز في الاول، وبعد كده تبدأ تعمل دو، وتبدأ تحط الجمل بتاعتك، وبعد كده تقول انكريمنت او ديكريمنت، وبعد كده تقول وايل الكونديشن. ده الفرق ما بين الشكل العام بين ده وده. طيب لو جينا حطينا نوتس كده، هنقول ان الدو هوايل بتشتغل على الاقل واحد مره واحده، الدو هوايل بتشتغل ات ليست مره واحده. لو انت عايز تعمل لوب، هيستعمل لوب، يبقى انت لازم تستخدم جملة ايه؟ تستخدم جملة فوق. ده ملخص كده لجملة، ده ملخص كده للوب. تعالى بقى ناخد البيك والكونتينيو. البيك بتعمل لك ايه؟ بتنهي تيرمينيت الفروم لوب، يعني بتنهي اللوب خالص. اما الكونتينيو بتعمل سكيب للكرنت اتريشن، يعني بتعمل سكيب للمكان انت واقف عليه، بس بتكمل ايه؟ بتكمل اللوب. ده الملخص كده للوب والزمن. طيب عايزين ناخد شوية امثلة كده تدعم الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها. هناخد أول برنامج يدعم الكلام ده. عايزين نعمل حاجة للباور. يعني إيه الباور يا جماعة؟ الباور بمعنى إيه؟ الباور بمعنى إن أنت فاكرين الاتنين أس تلاتة اللي إحنا خدناها في المدرسة وكده؟ اتنين أس تلاتة معناها اتنين في اتنين في اتنين، اتنين تمانية. تلاتة أس أربعة، تلاتة في تلاتة في تلاتة في تلاتة. عايزين نعمل حاجة زي كده بحيث إن اليوزر يدخل رقم، لو رقم مثلا اتنين، ويدخل الباور بتاعه اللي هو مثلا ثلاثة، فنقول اتنين أس ثلاثة بيساوي، يحسب لنا إن يطلع لنا ثمانية. نعمل حاجة زي دي ازاي؟ تعالى نفكر فيها كده ونقول. أنت لو بتفكر في حاجة زي كده تفكر فيها ازاي؟ طريقة التفكير في حاجة زي كده إن أنت لازم تجيب ورقة وقلم وتقعد تكتب الفكرة بتاعتك أو أنت تتخيل إيه. فقال لك اتنين أس ثلاثة معناها اللي انت بتقول مثلا يوزر لو كان مدخل الاثنين، فانت بتقول انا هضرب الاثنين بعدد ثلاث مرات، يعني هضرب الاثنين اثنين باثنين، يعني هضرب الاثنين بعدد رقم اللي هو ثلاث مرات. طيب لو عايزين نعمل حاجه زي كده نعملها ازاي؟ قال لك بص، اول حاجه دي بتترجم ازاي؟ بتترجم بجمله فور. بتترجم بجمله فور بمعنى ايه؟ انت لو عملت قلت ان الاي من اول الاي ما بتساوي واحد، يا حاله الاي اقل من الثلاثه، وبدات تضرب الاثنين في نفسها، طب ما كده حل المشكله صح ولا لا؟ صح. تعال نشوف احنا المفروض نعمل الكلام ده ازاي. ادي اهو في حاجه اسمها البروسيدج كود. ايه هي البروسيدج كود؟ بسبب الكود ان انت بتبدا تكتب البرنامج عايز ايه. فبتقول اليوزر انتر نمبر وهنسميه ان، ويدخل الباور ونسميه بي. هنبدا نعمل ابلاي للباور كوتيشن، يعني هنبدا نعمل عمليه معينه على الان والبي، وبعد كده نبدا نطلع الناتج على الشاشه. اكزامبل ازاي؟ مثلا 4 اس 2 دي معناها 4 في 4، يعني احنا لو قلنا ان الان اللي انت مدخلها تساوي 4 والبي تساوي 2، فانت هتقول ان في ان في ان في ان اللي هي ان اللي هي الاربعة هتضربها في نفسها مرتين بعدد البي. طيب ازاي الكلام ده ممكن يتعمل ازاي؟ قال لك بص، عندك الان بتساوي 2 والبي بتساوي 4، يبقى احنا قلنا مثلا لو احنا قلنا
هنضرب 2 في نفسها 4 مرات، يبقى لو اي بتساوي 1 هقول لواحد في الاتنين اللي هي ان بتساوي 2. طيب لو اي بتساوي 2 فانت هتضرب الناتج اللي طلع لك في العملية الأولى اللي هي الاتنين، هتضربها في مين؟ في 2 يدينا 4. طيب لما اي بيساوي 3 الناتج اللي طلع لك في العملية السابقة اللي هي الأربعة تضربها في 2 يساوي 8، وهكذا.